يلا حيه سلامك. طيب شلونك؟ صح مرتاح كله في محله تفقع سلامك. طيب ان شاء الله شلونكم جبناك؟ شلون صحتك؟ طيب صح مرتاح. هلا هلا شلونك؟ يلا حيه سلامك. يا مرحبا شنو اموركم؟ نغير نروح هناك ايش رايكم؟ يلا بسم الله. يا جعلك تسلم يا حبيبي لا انت بسم الله بيض الله وجهك. شلونكم شباب؟ طيبين؟ شاركونا الربع عسى ربي يقويكم. كيف رمضان معكم الحين؟ امور طيبه؟ الحمد لله. اي مع الاجواء الزينه ذي الله يبارك. الله يبارك خير وبركه ما شاء الله. الله يقويكم يجمعكم ولا يفرقكم. امين الله يجزاك خير. ما شاء الله تبارك الله الاجواء صراحه انها ترد الروح ونشهد وتساعد ان الواحد يبدع. عز الله صدقت اليوم والله صاحين على آل مطر بدري ما شاء الله ما شاء الله يا جعل خير وبركه ما شاء الله. الله يزيد ان شاء الله. الله اهنيك صراحه عندك لمسات رومانسية رومانسي يا ابو سعيد. طيب يا اخوان الكنترول جاهزين تبغون نبدا ولا شيء؟ طيب تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اليوم الجديد من فقرة شو اسم فقرة نسيت؟ جود. لا مركزين زين. فقرة جود اللي بإذن الله ما يكون فيها إلا الجود والعطاء والبذل والإنفاق والسعي ودلالة الناس على الخير وتفريج كروبات الناس ومن الجود إسعاد الناس اللي يتابعونكم. اليوم كل واحد فيكم لا شك أنه قاعد يسعد نوع أو فئة من المشاهدين. المنشد قاعد يسعدهم بصوته والشاعر قاعد يسعدهم بكلماته وصاحب الفكاهة بابتسامته وضحكته وخلنا نقول روح الفكاهة اللي عنده وحتى الفاهي بفهاوته كلها ترى أشياء مطلوبة. وما شاء الله التشكيلة إن شاء الله أنا مكتملة فموجود فيها هذا وهذا 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 عسى ربي يبارك. فعشان كذا تلقون الناس مستانسين وفرحانين ومبسوطين لأنه هالتشكيلة مكتملة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قبل ما أنطلق في حديثنا اليوم وإن شاء الله ما راح نطول معكم أبي أسأل سؤال. أعلى واحد أعطاكم نقاط من المقدمين من؟ فهد العزيز. كم أعطاك كل واحد؟ كم وزع في الفقرة؟ على 500 كل واحد. 200 على 500 كل واحد. يعني كم إجمالي اللي وزعه؟ أعلى شيء اجمالي في الحلقه مو بالواحد. لا والله ما ادري اجمالي ما ادري. مقدم النقاء شو اسمه نواف عقاب 10,000 كل واحد. لا المجموعه كم؟ انا اتكلم عن المجموعه. المجموعه احنا كم يمكن 21 رجال قسم على كل واحد منا 500 كم؟ لا لا اكثر. سيف الهادي. سيف الهادي سيف كم اعطى؟ على حسب. سيف تحديات 3000 2000 1500 للواحد بس يمكن ما. لا لا يا اخوان انا ابغى اجمالي اللي وزع في الحلقه مو على الشخص. ابو عبد العزيز 5000. لا 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 يقولون نواف نوزع 10,000 الفريق كل واحد المجموع كامل. يقول مجموع كامل ابو عبد العزيز وزع على انا ابغى المجموع كامل. لا تقسمهم على اشخاص. 10,000 على واحد. ابو عبد العزيز على شيء اعطاكم كم؟ يمكن 13,000. ابو عبد العزيز يعني يا اخواني لحسن مخي على واحد نواف ولا ابو عبد العزيز؟ ابو عبد العزيز جانا مكالمات واعطانا كل واحد 100 100 ومكالمه ثانيه كل واحد 100 100 بعدين اعطانا كل واحد 500 الاجمالي على 700 مرات كذا مرات كذا صدق. انا اقول ابو عبد العزيز يعني اقصى شيء وصلت له 13 في فقره جود.
لا انا الحين ما انا ما نبي جاي اعطي، انا ابي اقسم بقدر اللي اخذته. مثل ما حد اعطى، ما حد اعطى شيء. لا والله ابو عبد العزيز الله يبيض وجهك ووجهه ووجهك، ما تقصرون كلكم الله يسعدكم ان شاء الله. طيب احنا مالك كبرت ما اقدر. بس راشد في الكنترول انت راشد، اعلى شيء وزع في الحلقه 13000. اي بس اعلى شيء وزع، يعني اعلى شيء كم نعطي؟ يعني انا تعطوني 5 وتعطونهم 10. طيب احنا اليوم بنعطي من 10. بيض الله وجهك. تمام بيض الله وجهك. ابيض وجهك 10 مو ب5. يستاهل احلى تحيه. اليوم بنعطي 10. و انا يا اخواني انا دائما اقول في كل برنامج، ترى اذا قلت فلان له 1000 فلان له 500 ترى انا تخرج من ذمتي لذمتهم، وان شاء الله انهم هم صادقين واهل ذمتهم.